زيادة في أجور الأطباء في الأردن دفعت بمخاوف شعبية من تراجع قدرتهم على الإنفاق على الصحة والطبابة، فيما قالت نقابة الأطباء إن الأجور الجديدة تتماهى مع معدل التضخم. 60% نسبة ارتفاع أجور الأطباء في الأردن بمقتضى لائحة جديدة لأجور تقول نقابة الأطباء إنها جاءت لتتماهى مع مستويات التضخم في المملكة خلال السنوات الأخيرة، لكنها أثارت تساؤلات حول قدرة المرضى على تغطية نفقات العلاج. طبيب كمستهلك عنده عيادته، عنده أجار العيادة، عنده ممرضات العيادة، عند المستهلكات الموجودة بالعيادة، كلها ارتفعت عليه. يعني حتى خلال 15 و20 سنة حتى قبل لائحة 2008 كان هناك إجراءات طبية جديدة يا إخوة، هي غير مسعرة. تواجه الأجور الجديدة استياء شعبيا مع دخولها تدريجيا حيز التنفيذ، لكونها تفاقم أعباء المواطنين اقتصاديا، ويحذر مراقبون من تراجع انفاق الأسرة على الصحة بالتزامن مع انخفاض مستوى الدخل في المملكة وفق آخر تصنيفات البنك الدولي. كان مقبول لغاية 40%، إنما أن تصبح 60% هذا الشيء الغير مقبول. الشيء الثاني أنه لم يتم تعويض المواطنين ابتداء عن التضخم، وبالتالي هناك يعني لماذا تحظى فئة الأطباء بأنها تعوض عن التضخم في حين بقية فئات المواطنين لا تعوضهم الدولة عن التضخم؟ لم ترفع الرواتب بارتفاع نسبة التضخم خلال السنوات الماضية. وفي بلد يصل إنفاقه على الصحة إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي وفق آخر الأرقام الرسمية، يطالب المعنيون بإصلاحات في نظام الرعاية الصحية وتوسيع قاعدة الشمول بالتأمين الصحي للأخيرة بإقرار لائحة أجور جديدة، وتستحدث وفق نقابتهم ما استجد من تدخلات طبية وسط قلق شعبي من انعكاساتها على ارتفاع تكلفة الإنفاق على الرعاية الصحية وتراجع قدرة المرضى على العلاج. عرار شلول، المشهد، عمان.